ازيكم؟ الموضوع النهاردة اللي عايزة اتكلم فيه، انا بجهز له بقالي فترة طويلة قوي، ودايما كنت مترددة لاني حاسة اني ما عنديش معلومات كافية عشان اتكلم عن الموضوع ده. والموضوع ده يستحسن لو انتم 18 سنة فاقل ما تتفرجوش عليه، لانه موضوع حساس خاص اكتر بالكبار. اعتقد ان الصغيرين يعني مش مهم ليهم انهم يتفرجوا على الفيديو ده. لو انتي بنوتة مش متجوزة ولا مخطوبة برضو ما تتفرجيش عليه. اعتقد ان الموضوع ده هيهم الناس الكبار اكتر اللي متجوزين، رجالة وستات، وهو الخيانة الإلكترونية. يعني إيه خيانة؟ ما بين الزوجين أو ما بين اتنين في علاقة عاطفية كوميتد مؤكدة، احنا بنحب بعض ومخطوبين، احنا بنحب بعض ومجهزين ان احنا نتجوز او ان احنا متجوزين، سواء بقى عمرنا قد ايه ومتجوزين بقالنا كام سنة. مش هو ده بتحصل، ان سواء طرف الراجل او الست بيحس بمشاعر عاطفية تجاه شخص اخر وبياخد اجراءات وخطوات وافعال بتهدم الثقة بين الاتنين. ده مفهوم الخيانة، وكلنا كلنا رجالة وستات معرضين للأمر ده. والموضوع مكلكع ومعقد وليرز فوق بعضها، لكن أنا هنا عايز أركز على الخيانة الإلكترونية أو الخيانة عن بعد. واللي شجعني إن أنا أتكلم عن الموضوع ده وإن أنا لقيت في ستات كتيرة قوي بعتت لي مسجز وإيميلات والكلام ده على مدار الفترة اللي فاتت، وكنت برد على كل واحدة فيهم على حدة. لكن لما لقيت ان الموضوع كتر قلت لا، انا لازم اقف وقفة واتكلم عن الموضوع، يعني واحاول ان انا اشوف علماء النفس قالوا ايه والناس المتخصصة قالوا ايه والاحصائيات بتقول ايه. طبعا الاحصائيات في عالمنا العربي مضروبة، ما نعرفش، ما فيش. لكن من اللي انا بسمعه وبشوفه على السوشيال ميديا وفي الحياة الخاصة، حاسة ان الموضوع يعني ممكن يكون كبير وممكن يشمل ناس كتيرة جدا جدا. والموضوع ده على فكرة مش مرتبط بالاخلاق، مش مرتبط بالشخص ده متدين ولا مش متدين، مش مرتبط بالشخص ده متربي ولا مش متربي. يعني لو في شخص عمل حاجة زي كده، ده ما نقولش أصله إنسان مش متربي، أصله إنسان كذا، أصله إنسان كذا، لأن اللي أنا قريت فيه لقيت إن المواضيع مشبكة كتير قوي قوي في بعض. الموضوع اللي هو الجانب بقى الإلكتروني على الإنترنت أو بشكل أعم وأشمل عن بعد، لقيت إنه له أصول في التاريخ. الأشخاص اللي كانت بترتبط عاطفيا مع بعض بشكل أو بآخر وبيتبادلوا الخطابات، زي مثلا مي زيادة وجبران خليل جبران لما كانوا بيبعتوا جوابات لبعض. طبعا العصر الفيكتوري وفي الغرب في الخطابات دي كتيرة قوي قوي قوي، كانت متبادلة ما بين أشخاص سواء متزوجين أو مش متزوجين، أو طرف متزوج والطرف الآخر مش متزوج، وهي تعبير عن المشاعر والحب. وبعض الخطابات كانت كمان يعني جرافيك قوي، مليانة تشبيهات وخيالات وحاجات أعمق من مجرد الحب الأفلاطوني الجميل، لا، حاجات أبعد من كده بكتير. ولقيت إن في كم من الأبحاث الهائلة اتعمل عن الموضوع ده بشكل عام، واتعمل عن موضوع الخيانة الإلكترونية بشكل خاص. الإنترنت
موجودة طبعا من الثمانينات، ولكن دخلت البيوت في التسعينات، ودخلت بكثرة في أواسط التسعينات، يعني من سنة 94 95 96، وكان من أوائل الابليكيشنز، البرامج اللي استخدمت الانترنت هي برامج التواصل. يعني قبل الفيسبوك وقبل الواتساب وقبل الكلام دوت، كان من على الكمبيوتر، كان في زمان كان في ماي سبيس، كان في اي سي كيو، مش فاكرة، كان في برنامجين تانيين، بس كان كله بيعتمد على التواصل والكلام والحاجات دي. ومن اكتر الصناعات اللي استفادت من الانترنت للأسف صناعة الافلام الاباحية والمواقع الجنسية. دي من اول الصناعات اللي لقت في الانترنت وسيلة فعالة وخصبة للوصول للناس في بيوتها. يعني زمان قبل موضوع الانترنت، عشان اي شخص يحصل على فيلم اباحي او حاجة زي كده بيروح يشتريه على فيديو، وكان فيه طبعا حرب على المصنفات دي ويقبضوا عليهم والكلام دو. حتى في اوروبا كمان كان فيه برضو الموضوع دو، وكان فيه حتى ولا زالت موجودة لغاية دلوقتي محلات فيديو بتبيع سيديهات وبتبيع فيديوهات عليها الحاجات دي، ولازم يتأكد انت سنك كام سنة وتوري له بطاقة والكلام دو. و يعني صناعة كاملة وصناعة لوكرتيف، بتكسب فلوس كتير قوي قوي قوي. فطبعا ليها كارتيلز، يعني زي عصابات، وبغض النظر بقى عن ان الموضوع افلام اباحية، انا هعمل فيديو تاني عن الموضوع دو، ولكن هي موضوع التواصل والاتصال بين رجالة وستات، ستات وستات، رجالة ورجالة، انهم يتكلموا في شيء له خصوصية جامدة قوي قوي زي الموضوع ده. وطبعا بقى فيه، يعني ما هي كل صناعة بقى لازم تتطور، فبقى فيه حاجات غريبة، ويمكن شفناها في بعض الأفلام، إن البنات يتكلموا والأجر بتاع الكلام ده يكون كارت موبايل أو حاجة زي كده عشان تحويل الفلوس. فالوسائل الإلكترونية كمان ساعدت إن يبقى فيه تبادل للفلوس وحركة سيولة نقدية بتتم. فالموضوع أبعد وأعمق من إن هو مجرد ناس قليلة الأدب، لأن لو هو الموضوع كده مش هينتشر بالكثرة دي. إمتى الموضوع ينتشر ويصل الى حد الظاهرة؟ لو كان في ناس معينة بتنتفع من ورده ماديا فبتحوله لصناعة. فالتفاعل والتعامل ما بين اطراف، وده يشمل الرجالة والستات، عن بعد، في احساس شوية بالامان. يعني الناس دي لو راحت اتقابلت في الحياة الفعلية، في جانب خطورة، مين شافنا مين ما شافناش، هقول ايه الكلام ده، ولكن ان احنا بنتكلم ونتواصل، وبالعكس كمان ممكن نكون شايفين بعض وانا قاعد في بيتي او انا قاعد في مكتبي، او يعني بعيدا عن تدخلات الناس والكلام ده. ده برضو بيدي نوع من الثقة، ويمكن علماء الدين اتكلموا عنها، اللي هي ذنوب او معاصي الخفاء اللي هي تقدر تعملها لوحدك
وتقدر تعملها، يعني مش محتاج اي حاجة. يعني اللي هيشرب خمرة محتاج ينزل ويروح فعليا لمحل الخمرة عشان يشتري خمرة. إيه اللي هيعمل ايه تاني؟ معاصي تانية، اللي هيرتشي، اللي هيعمل اي نوع من انواع المعاصي فيها جانب معين ممكن ايه الواحد يخاف من الريسك، يخاف من المخاطرة، يعني ما يخافش من المعصية ولا الذنب ولا الحاجة الغلط، ولكن يخاف على صورته، يخاف وضعه هيهتز ازاي. فللأسف العلاقات الإلكترونية دي ممكن الناس تخبيها، وسهل انها تستخبى. وعلى الموبايل حتى في نكت يقول لك مثلا لو واحد مسيف نمرة واحدة بيكلمها، يقول مثلا مش عارف مين الميكانيكي، مش عارف مين السباك، الكلام ده، ان في وسائل وطرق لإخفاء حقيقة هذه العلاقة. فالموضوع طبعا الانترنت سهلته كتير، بس مش الانترنت بس اللي هي السبب في ده. من بحثي وتدويري لقيت ان هي في سايكل معينة، سايكل معينة بتاخد العلاقات اللي هي ممكن تكون علاقات عادية ما بين ناس زملاء، او علاقات ما بين ناس ممكن ما يتجمعوش مع بعض خالص اصلا، وتخليها نوعية معينة من العلاقات اللي بتهدم الثقة بين الأزواج والمخطوبين، واللي بتأثر على العلاقة ما بين الأزواج، وممكن تصل إلى حد إن أسرة كاملة تتهدم. ففي كفتين أساسيتين في العلاقة اللي بين أي اتنين، سواء متجوزين بيحبوا بعض بمخطوبين، وهي السعادة أو الرضا الجنسي والحميمية العاطفية. طبعا العملية الجنسية والحب والتلاحم الجسدي ده شيء مهم جدا جدا للبشر، لدرجة ان علماء النفس لما عملوا هيراركي الاحتياجات حطوه في المرتبة الثانية على طول بعد الاكل والشرب، وفي بعض النماذج حطيته في نفس المستوى مع الاكل والشرب. انا جعان، انا عايز اكل، انا عايز اشرب، وانا عايز كمان الموضوع ده. فده كفة. الكفة التانية بقى اللي هي الحميمية العاطفية، وهي مدى القرب النفسي ما بين الزوج والزوجة، بعيدا عن اللمس والتلاحم الجسدي والكلام ده، ولكن العاطفة. ويمكن عندنا في القرآن اللي هي فيها المودة والسكينة والرحمة والكلام ده، ده جانب كبير قوي 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 من الزواج. فالاتنين دول مع بعض بيسببوا، الاتنين دول مع بعض بيسببوا ما يسمى بالرضا العاطفي، او في ترجمة تانية احلى، الشبع العاطفي. انا شبعان عاطفيا، انا مليان خلاص، ما عنديش حاجة ناقصة بحب اعوضها من اي حاجة تانية. فالاتنين دول لو قلنا مثلا ان الشبع العاطفي ده 50% بيجي منه من العلاقة او السعادة الجنسية، و50% بيجي من الحميمية العاطفية والقرب النفسي بين الزوجين، فلما حاجة فيهم تقل او الاتنين يقلوا، انا خلاص ما بقتش شبعان عاطفيا. فبعمل ايه؟ بيحصل ما يسمى بالازدواجية العاطفية، ان انا كوميتد هنا، ان انا ملتزم هنا في بيتي لزوجتي، للست اللي انا اخترتها من بين كل الستات دول والكلام ده، لكن انا برضو مقسوم جوايا، مقسوم، او انا كست مقسومة، وفي حته فيا فاضيه عايزه املاها. فبيحصل اللي هو الازدواجيه العاطفيه. في بعض الاشخاص
اللي بيحصل عندها هذه الازدواجية العاطفية بتحاول تملى ده بطرق تانية. تبص تلاقيه بيشتغل كتير قوي قوي قوي، او بينزل يقعد على القهوة مع اصحابه كتير قوي قوي قوي، او ابتدى ان هو يبقى يتنرفز ومتعصب وبيكسر في الدنيا، او الست ابتدت تبقى شكاية وبتعيط والكلام ده. لكن في ناس بقى بتطلع ده ازاي؟ ان هي تقعد تدور على طرق تانية تشبع بيها الجانب اللي هو ناقص، الجانب اللي هو واقع في هذه العلاقة. وهنا ممكن تحصل الخيانة الإلكترونية. والخيانة الإلكترونية كمان سبيكتروم، تخيلوا كده مثلا من مقياس من 1 لـ100، فيها اللي هو البسيط قوي اللي هو مع نفسه، ما بيتكلمش مع حد تاني، ما بيتفاعلش مع شخص آخر، مع بينه وبين نفسه. تلاقيه مثلا يتفرج على صور، يتفرج على أفلام، حاجات بينه وبين نفسه، أو إنه يتكلم مع ستات تانيين، او لو هي ست تتكلم مع رجالة تانيين، وممكن يبقى الكلام عادي، لكن هو جواه او جواها بيشبع هذا النقص اللي مش قادرين يوصلوا له. ممكن يكون كلام عادي في حاجات عادية خالص، وممكن بقى الموضوع يزيد اكتر واكتر واكتر لغاية ما يبقى فيه بعض الافعال اللي ليها يعني جانب جنسي بين الاثنين، بيتكلموا بكلام معين، بيوصفوا افعال معينة، بيظهروا لبعض بشكل معين، بيعملوا حاجات معينة. فالسعادة او الرضا او الشبع الجنسي مع الحميمية العاطفية بيعملوا ما يسمى بالشبع العاطفي. لو لم نصل لدرجة الشبع العاطفي بيحصل جوانا حاجة اسمها الازدواجية العاطفية. في ناس بتطلعها بطرق لا تشمل الخيانة الإلكترونية زي العصبية أو التركيز في الشغل أو الكلام ده، وفي ناس بتظهر إن هي بتدور على ده على الإنترنت. وليه بتدور على ده على الإنترنت؟ لأنه أأمن من إن هو يدور عليه في أرض الواقع. فالناس العلماء اللي دوروا ودعبسوا في هذا الموضوع لقوا ان في بعض الدوافع، وقسموها لخمس انواع من الدوافع. الدافع الاولاني طبعا هو يعني الجانب الجنسي، ان في حاجة مش راكبة بين الاثنين، فبيعوض دوا بالشكل ده. وفي الرضا العاطفي اللي هو بقى المودة والسكينة والرحمة والألفة والحب والمحبة والتحبب اللي بين الاثنين، ده النوع الثاني او الدافع الثاني. الدافع الثالث، وده كان very interesting ان انا الاقيه، اللي هو بيسموه السياق الاجتماعي، ان في بعض المجتمعات معتقداتها الاجتماعية بتؤكد هذا السلوك. ولقيت ان الكلام ده ينطبق للأسف على مجتمعاتنا اللي بتشجع التعددية، وان الراجل يتجوز على مراته مرة واثنين وثلاثة واربعة. كمان في رسالة خطيرة بيتلقاها الولاد الذكور الصبيان والمراهقين والرجالة، ان انت راجل ما تقدرش تتحكم في نفسك، ان انت راجل لو شفت اي واحدة ست تريل عليها، سوري في الكلام. المسجز دي بتيجي للرجالة من وهم صغيرين، لو عاكس بنت، البنت هي اللي تعاقب، وهو ما يعاقبش لانه اصلا هي اللي كانت لابسة كذا. لو هي اللي لابسة كذا، طيب ليه المحجبة تتعاكس؟ ليه المنقبة تتعاكس؟ لو هو حاجة متعلقة بالشباب وعنفوان الشباب، ليه الراجل العجوز يعاكس؟ لو هو متعلق بان الست لعوب والكلام ده، ليه يعاكس ست اكبر منه، صاحبة مامته مثلا او جارته الكبيرة في السن او الكلام ده، وهي ولا لعوب ولا حاجة. فالاعذار
اللي بنديها للولاد وللصبيان وللرجالة بتزرع فيهم من جواهم من وهم صغيرين ان هم انا كائن مش قادر اتحكم في رغباتي. وفيلم مثلا زي فيلم احمد زكي، مع ان انا بحب احمد زكي وشايفه ان افلامه كلها كويسه، اللي هو امراه واحده لا تكفي، لا انا عايز فلانه الحبوبه الحنينه، وعايز الست العاقله اللي بتتكلم معايا، وعايز كذا وعايز كذا، ومفيش ست تجمع دول كلهم. طب ما هو ممكن نقول بنفس الكلام ان انا كمان واحده ست عايزه الراجل العطوف، وعايزه الراجل العضلات الجميل، وعايزه كذا وعايزه كذا، يبقى مفيش راجل واحد ينفع. شفتوا المنطق المغلوط؟ وللاسف للاسف في ناس بتزعل لما بجيب سيره المشايخ والشيوخ. لا انا لا، ما تزعلوش، لان في مشايخ عايزين اطمر رقبتهم، لانهم بيروجوا الافكار دي بين الشباب. وتلاقي واحد يعني شاب وراجل احيانا يقول لك اه انا اتجوز، انا ده انا هعف واحده بنت. الله، لما هو لو فعلا عايز تعف شابه، ما تدفع لشاب زيها، ما تجوزش ويبقى هو اول جواز وهي اول جواز. لا لا لا، انا ما اديش فلوسي لواحد عاطل. يا سيدي ما تديش فلوسك لواحد عاطل، ادي فلوسك ساعد اتنين على انهم يتجوزوا، بدل ما حضرتك قاعد عمال تتجوز من ورا على مراتك. او الحاجة التانية بقى كمان، اصل الست بتعجز لكن الراجل ما بيعجزش. الست بتفقد قدرتها على العلاقة الجنسية والكلام ده، والراجل بتفضل عنده. الكلام ده علميا غلط، وكلام بيضحكوا علينا بيه. الراجل مستويات التستوستيرون في جسمه بتختلف، وكل ما بيكبر مستوى التستوستيرون بيقل، عضلاته بتوهن، ما بيبقاش قادر، بتجيله أمراض في غدد، بروستاتا، مش عارف ايه الكلام ده. اللي عنده سكر عنده بلاوي، اللي عنده القلب عنده بلاوي، اللي عنده الضغط عنده بلاوي. ف مش معنى ان هو راجل وخلاص. اه يقول لك انتوني كويني خلف وهو عنده 80 سنة، ماشي اوكي، ايه المشكلة؟ والخلفة مش معناها ان هو عنده رغبة شديدة وعارمة وخلاص مش قادر طول النهار بيفكر في الموضوع ده. فالافكار دي، وهي بقى اللي هو السياق الاجتماعي اللي انا بتكلم عنه، والافكار دي والرسائل اللي بيتلقاها الشباب والستات كمان، والبنات بتتلقى نفس الرسائل، فبالتالي هي كمان بتتعامل ان لا اصل جوزها مش قادر، اصل هو ربنا خلقه كده، اصل هو ربنا خلقه يبص لكل الستات والكلام ده. غلط غلط. ففي السياق الاجتماعي احيانا بيؤصل بعض الافكار اللي بتؤدي للخيانة الالكترونية. واكبر دليل على ده ان اكبر عدد من زوار المواقع الاباحيه بيجي من الدول الشرق اوسطيه، السعوديه والكويت والامارات ومصر والعراق وليبيا وي 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 وكل الحتت دي. ما هو لو الدين بيمنعنا، لو الاخلاق بتمنعنا، لو الادب والمش عارف ايه بتمنعنا، كنا امتنعنا وما جاتش فينا هذه الاحصائيه المشينه والمهينة. يبقى في حاجة غلط، والغلط هو الرسائل اللي بيرسلها للأسف منهم لله. ربنا يدخلهم نار جهنم باللي هم بيعملوه في الشباب، ما يسموا بالمشايخ وهم ولا مشايخ ولا فاهمين ولا حاجة، ويقولوا للشباب الكلام ده. يقولك هي تستاهل اللي يجرالها عشان ماشي عريانة. يعني انت بتشجع على الزنا والاغتصاب والحاجات الوحشة لمجرد ان واحدة ماشي عريانة، بدل ما نعلم الشباب انها حتى لو فيها اللي فيها تودي وشك الناحية التانية وتبص بعيد، تحمي نفسك، مش ان هي تستاهل، هي ايه اللي ودها هناك، هي اللي تستاهل، هي ايه اللي خلاها تلبس كده. لا، فالسياق الاجتماعي برضو عامل كبير قوي. الدافع كان بقى الثالث هو صفات شخصية، ودي بتختلف من شخص لشخص، من رجل لرجل، ومن امرأة لامرأة. ان بيبقى في نقاط نقص معينة او في ضعف في الشخصية معين،
ده اللي بيحسسه انه لو اتكلم مع دي واتكلم مع دي واتكلم مع دي يبقى انا كده الراجل الفرود الكويس قوي. من ضمن الحاجات وانا بجهز للجزء الثاني من كتاب طفولة بلا زوابع، هيكون مراهقة بلا زوابع ان شاء الله، لقيت ان البنات اللي ما كانوش بيسمعوا كلمات الاعجاب من ابهاتهم، وابهاتهم بيبقوا حنينين عليهم، بيكبروا وعندهم هذا العطش العاطفي اللي بتحاول تكمله من اي ذكر يجي في حياتها، فبتبقى للأسف فريسة سهلة لأي حد يلعب بيها وبمشاعرها، لأن علاقتها بينها وبين باباها كانت علاقة مضطربة، وما شافتش الحب والحنان والعطف والحنية من أبوها، فتبتدي تدور عليه، وللأسف ممكن أن يكون بعد كمان جوازها برضو ما تحسش بهذا الشبع العاطفي، وتفضل السايكل الدايرة الجهنمية مستمر. ده مش عشان هي قللت الأدب، ده مش عشان هي ما تربتش، ده مش عشان أي حاجة، غير إن في هذا العطش العاطفي اللي قسوة الأب أو تعاملات الأب الوحشة أو تعامل الأب مع الأم قدامها خلق هذه الفجوة. فبيبقى فيه صفات شخصية، الرجل مثلا اللي يقعد يتكلم مع دي ويتكلم مع دي ويتكلم مع دي ممكن يكون عنده مشكلة شخصية، مثلا هتلر، مثلا هتلر اللي كان يعني في ناس حتى معجبة بيه، اللي هو قوي وخطيب وجمع البتاع. انا قريت كتاب عنه ومش كتاب مغرض، يعني مش كتاب لمجرد ان اليهود اللي عاملينه، لا ده يعني كتاب ألماني عملوه ناس ألمان استنادا لشهادات ناس كانت حواليه، ان هو كان بيحب انه يتضرب، بيحب ان هو يتهان، بيحب ان في ناس يعني او الستات اللي هم حواليه، ويحب انه يملى يبقى محاط بالستات الحلوه الجميله، لان عنده عقد نقص كبيره جدا جدا، زي ما ظهرت فيه كديكتاتور وفي التعالي والوايت سوبريمسي، ان هم الجنس الاري ده احسن جنس والكلام ده، وطلعت برضو في الخلوات مع الستات دول بشكل مقرف وقميء ومقزز وزي الزفت. ففي صفات شخصية. النقطة الرابعة هو الانتقام. احيانا ان اصل الخيانة الالكترونية عكس الثقة، في ثقة بينا، في ثقة اني عارف ان انت لما بتتكلمي مع اي حد عمرك ما هتحسي بمشاعر تجاه هذا الشخص، او عمرك ما هتتكلمي معاه في كلام غير لائق، وبرضو بالنسبة للراجل عمرك ما هتشعر بمشاعر خاصة مثلا تجاه زميلة من زميلك او جارة من جاراتك او واحدة غريبة على الانترنت، او مش هتحول الكلام لكلام وحش. لما تهتز بقى الثقة ولما نبتدي نطقش في بعض، انا اذيك ازاي اتكلم مع ناس تانية، انا اذيكي ازاي اتكلم مع غيرك، فده برضو دافع من الدوافع. الدافع الاخير بقى هو التواصل، ويمكن انا قلتها في اكتر من حاجة في فيديوهات قبل كده، ان التواصل بين الزوجين مهم جدا جدا، والكوميونيكيشن دي، وكل موقف بين الزوجين له طريقة التواصل المختلفة. لما نقعد نتكلم عن مشاكلنا المالية نتكلم بطريقة، لما نقعد نتكلم عن ذكرياتنا، لما نيجي نتكلم عن مستقبلنا، لما نيجي نتعامل ونتفاعل مع بعض. وحاط لكم برضو فيديو من الفيديوهات اللي هو لغات الحب الخمسة، وفي دكاترة كمان يعني درسوا هذا النوع من التواصل. دايما دايما شوفوا الحواس الخمسة، بيشوف ايه وبتشوفي ايه، بتشموا ايه، بتتذوقوا ايه، بتقولوا ايه، بتسمعوا ايه، بتلمسوا ايه، بتعبروا عن العلاقة الجميلة القوية اللي بينكم ازاي، بتعملوا ايه لبعض، بتقدموا ايه لبعض، الكلام ده كله. لما بيبقى فيه خلل
في عملية التواصل بين الزوج والزوجة بيبقى في هذا الجوع أو العطش العاطفي اللي ممكن يؤدي لهذه الازدواجية العاطفية، إنه يروح يكمل بقى اللي ناقص من حتة تانية. طولت عليكم، بس بكرة إن شاء الله هكلمكم على ازاي بقى نتعامل. يعني دي كان لازم قوي اتكلم عن الموضوع ودوافعه والحاجات دي، عشان اللي فينا عنده هذه المشكلة يفهم الاول، لان ازاي بقى هنتصرف في الموضوع ده بيعتمد اعتماد كبير قوي 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 على فهمنا لهذه المشكلة. والكلام ده يخص الشخص اللي بيقوم بالفعل والشخص الآخر، يعني الطرفين. فمهم جدا ان الشخص سواء راجل او ست اللي بيكلم حد على الانترنت، اللي بيعمل حاجة معينة على الانترنت، يفهم ده جاي منين، ومش يفهم عشان يلبس التاني الغلط. لا، مش ده هدفي. هدفي ان انا اشرح ايه اللي بيتم وايه اللي بيحصل، عشان لما نتكلم عن العلاج، والعلاج بيجي من الطرفين الاتنين مع بعض، نبقى فاهمين الكلام ده جاي منين واصله ايه. بكرة ان شاء الله هكلمكم بقى على التعامل مع الخيانة الزوجية، سوري، التعامل مع الخيانة الإلكترونية. اشوفكم بكرة ان شاء الله.